قال الشيخ خالد بن سلمان الخليفة مدير الصندوق الملكي للشهداء الواجب في تصريح خاص لمركز الأخبار إن الاحتفاء بذكرى يوم الشهيد تأتي مقترنة باحتفاء مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد، كما تحدث عن أهمية إنشاء هذا الصندوق. إن الاحتفاء بذكرى يوم الشهيد في 17 ديسمبر هي لفتة ملكية سامية، وتأتي مقترنة بأيام الوطن المجيدة وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مغاليد الحكم في البلاد، وهو ما يعكس مكانة شهداء البحرين لدى جلالته وتقدير تضحياتهم الوطنية العظيمة في ميادين العزة والكرامة والوفاء. الصندوق الملكي لشهداء الواجب أسس بأمر ملكي عام 2016، وتشرف عليه وترسم سياساته الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد. يعمل تحت الهيئة العليا للصندوق جهاز إداري يقوم بتنفيذ السياسات والخطط المحددة من الهيئة العليا، ويعمل على ضوء ذلك على مد جسور من التواصل مع المجتمع تحقيقا للشراكة والإسهام في تكريم شهداء مملكة البحرين. إن استمرار تقديم الدعم لأسر الشهداء يمثل جانبا من سمات التكاتف والتكافل المجتمعي التي يستند عليها المجتمع البحريني، وهو الأمر الذي يجسده الصندوق الملكي لشهداء الواجب من خلال نهج مؤسسي متواصل نحو حماية الحقوق وكفالة الحياة الكريمة لأسر الشهداء إكراما ووفاء لشهداء الواجب الأبطال.